يكون تركيز الحكومة المحلية على المشاريع المهمة والاستراتيجية في المحافظة، وهذه تكون فيها متابعة يومية من أجل الاطلاع على نسب تقدم العمل وكذلك معالجة المشاكل والمعوقات سواء القطاع الصحي أو باقي المشاريع، وأيضا مشروع مطار الموصل متابع من قبلنا بشكل يومي ومستمر حتى ينجز ضمن السقف الزمني المحدد. كذلك تطبيق المواصفات الفنية المطلوبة، من اليوم سيكون العمل شفتين لمدة 24 ساعة حتى يتم تدارك المدة السابقة التي حدثت في مشروع المطار بسبب بعض المشاكل الفنية، والحمد لله تم التجاوز والتغلب على هذه المشاكل، وإن شاء الله هذا المطار سيكون خلال عام 24 ينجز بشكل كامل ويكون وجهة لأهالي محافظة نينوى بالتنقل والسفر إلى دول العالم، وكذلك محط أنظار الشركات العالمية التي تريد أن تستثمر في مدينة الموصل ومحافظة نينوى، يسهل عملية الوصول، إضافة إلى اهتمامنا بقطاع الفنادق وقطاع السياحة حتى تكون خطوط متوازية في المشاريع الصغيرة التي لها تماس بحياة المواطن، وأيضا المشاريع المهمة والاستراتيجية التي تنقل محافظة نينوى من واقع إلى واقع. علينا أن نفكر دائما بالمشاريع الاستراتيجية التي من شأنها خلق تنمية حقيقية في مدينة الموصل ومحافظة نينوى. مطار الموصل هذا المشروع أيضا استراتيجي ينال اهتمام دولة السيد رئيس الوزراء. العمل جيد، التقينا بدائرة المهندس المقيم بالشركة المنفذة، طلعنا على مفردات العمل، المدرج الرئيسي كامل تقريبا بنسبة 90% إن شاء الله. هناك أعمال إضافية لإنارة المدرج وتوسيع أيضا من 2650 متر إلى 3000 متر. السياج الخارجي أيضا العمل بنسب إنجاز عالية، هناك 11 بناية أيضا بوشر العمل بها، قسم من عدها 100% أنجز. الهيكل الرئيسي أو البناية الرئيسية للمطار أيضا فاونديشن كامل مالها، بانتظار الهيكل الحديدي اللي هو الفقرة الاستيرادية من تركيا إن شاء الله توصل خلال شهر أو أكثر. مدة الإنجاز إن شاء الله تقلص حسب توجيهات دولة السيد رئيس الوزراء، يكون عمل 24 ساعة إن شاء الله، فراح تصير مدة العمل يعني تقسم على اثنين إن شاء الله، ويكون فترة إنجاز خلال 6 أشهر لهذا المطار ويدخل حيز العمل إن شاء الله، ويستفاد من عدة مواطني المحافظة ومواطني العراق كافة.